تعال نشوف مع بعض الآن ورقة العرض الثالثة في اليوم الثالث الجلسة الأولى. طبعا الورقة هذه عنوانها معهد الحوكمة الفلسطيني. في 26 مايو أيار 2011 أعلن في نابلس عن تأسيس معهد الحوكمة الفلسطيني الذي حصل مؤسسه على ترخيص من وزارة الداخلية كهيئة أهلية بموجب أحكام القانون رقم 1 سنة 2000. وقد عقد مجلس إدارة المعهد اجتماعه الأول، حيث تم توزيع المناصب الإدارية على النحو التالي: الدكتور محمد النصر رئيس لمجلس الإدارة، الدكتور أكرم داود نائب الرئيس المجلس، الدكتور بشار أبو زعرور أمينا للسر، عصماء المصري أمينا للصندوق. وقد اتخذ مجلس إدارة في جلسته الأولى قرارا بتعيين الخبير الاقتصادي الدكتور هشام أورتاني مديرا عاما للمعهد. ويهدف المعهد حسب نظامه الأساسي إلى نشر وتعميق ثقافة الحوكمة في المنشآت التجارية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الخاص، كما سيعمل على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقضايا الاقتصادية وتحسين أداء الأجهزة القضائية فيما يتعلق بحسم النزاعات التجارية.